ثاني يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. تابعت ما قيل النهارده في مجلس الشورى؟ لا والله يا فندم، كان في جلسه اخرى قضيه البورصه في البنك الوطني المصري، وللاسف كنت منشغل بيها وباعداد المذكره اللي هقدمه بكره ان شاء الله. مفهوم. طب عايز اسال حضرتك سؤال عن النائب محمد الصغير، هو نائب عن حزب البناء والتنميه في مجلس الشورى، قال انه من القواعد ان السجين في قضيه بيبقى مسلم كل ممتلكاته، وانه ما بيدخلش يعني يرتدي نظاره شمس او ساعه، وهنا كان تم وصفها النهارده بس انها ساعه غاليه جدا، يعني مش هو ده المهم، المهم انه في خطوات قضائيه او قانونيه ما تمتش بخصوص الرجل. هو حضرتك طبعا بالنسبه للمسجون هو بيكون في حوزه الشرطه، لان هو بيتم ترحيله من خلال السجن عبر الوسيله التي ينتقيها المسؤولين بالسجن الى قاعة المحكمة أو إلى المحكمة التي يتم محاكمته فيها، فهذا هو مسؤولية السجن إن كان هو تركه معه. هو في حوزة الشرطة ولا في حوزة مستشفى القوات المسلحة بناء على قرار النائب العام؟ ما هو حضرتك في حراسة بتطلع بيه من مستشفى القوات المسلحة إلى المكان المخصص لمحاكمته، وبالتالي فإن الحراسة المكلفة بمرافقته إلى المحكمة هي طبعا هي اللي بتكون المسؤولة عن أي شيء خاص بالسجين منذ بدء استلامهم ليه وحتى ادخاله قاعة المحكمة. طيب بخصوص اللجنة الطبية يا فندم اللي حضرتك اتكلمت معانا عنها امبارح، ومعلوماتنا بتقول انها هتشتغل بكرة، هتبدأ الشغل بكرة. لا هو ان شاء الله بإذن الله، هو تم اختار كبير الأطباء الشرعيين لتكليف اثنين من مساعديه لمرافقته والتوجه إلى المستشفى المعادي العسكري، كما تم مخاطبة مساعد الوزير الداخلية لقطاع السجون لتكليف مدير القطاع الطبي بالتوجه رفقة هذه اللجنة لتوقيع الكشف الطبي على اللجنة. ده تم تحديد ميعاده يا فندم؟ يعني ده بكرة هيحصل ولا لسه ما تمش تحديد ميعاده؟ يعني بكرة في تظلم من أمر حبس المسجون محمد حسني مبارك، هو متظلم قدام المحكمة ومنعقدة في أكاديمية الشرطة بكرة إن شاء الله، ويتم نظرها بشأن حبسه الاحتياطي. على أنهي قضية؟ على دي ولا القضية الجديدة؟ لا ما هو حضرتك هو متظلم من حبسه خلصت. اللي هو الحبس الخاص اللي هو ال 15 يوم. 15 يوم. طيب لكن بالنسبة للجنة احنا مش عارفين محكمة الجنايات هتنظر التظلم من أمر حبسه. طيب سؤالي برضو عن اللجنة، احنا تمام من حضرتك قلت لنا على مسألة التظلم من الحبس اللي هتنظرها بكرة المحكمة، لكن احنا متوقعين انه التقرير يصدر من اللجنة الطبية امتى؟ هل في ميعاد ولا مفيش ميعاد؟ على وجه السرعة ان شاء الله، على وجه السرعة بمجرد ما يتم الانتقال وتحديد الميعاد والتنسيق مع المستشفى العسكري لتجهيز الاوراق الطبيه الخاصه بالسجين هيتم الاطلاع على هذا الملف كاملا وتوقيع الكشف الطبي عليه، وهيتم اعداد التقرير في نفس اليوم. ايوه في نفس اليوم، يعني دي مهمه يوم واحد. الاستعجال وحضرتك احنا مستعجلين لهذا التقرير، وتم المخاطبه بيه، والجوابات اللي ارسلت لهذه الجهات ثابت بيها الكلام ده ان احنا مستعجلين على وجه السرعه بالنسبه للتقرير واعداد هذا التقرير على وجه السرعه. بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمود الحفناوي المتحدث باسم النيابة العامة على وجودك معنا.